لا ريلي في حاجه غلط يا معلم، في حاجه غلط. جوني انا تعبان قوي على فكره، انا عندي سخونيه وعندي دوخه وعندي قيء. كفايه اعرف بليز بليز، بلاش الفاظ بلاش، انا عارف انك عيان خلاص وانا زيك برضو. واشلي كمان من ساعه ما رجعت من بره ما خرجتش من الحمام. حبيبتي يا اشلي، تفتكر يكون في وباء بيجيب للناس اسهال لحد ما يموتوا؟ لا انا شاكك في التين التشوكي اللي احنا عمالين بناكله ده. ليه يا معلم؟ احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه وزي الفل. ويمكن عشان احنا بقالنا 3 ايام بناكل منه. تفتكر؟ اكيد. او ماي جاد، خير يا دكتور طمني. عندهم حساسيه مفرطه من التين الشوكي، وللاسف الحساسيه دي معديه جدا. يتعزلوا الثلاثه في اوضه ومحدش يخش عليهم. تدي لهم الدواء ده والسقسقه 3 مرات في اليوم. ليه؟ السقسقه. والسقسقه دي قبل الوكل ولا بعديه؟ لا، سقسقلهم وهم بياكلوا. انا زهقت. الدواء ده يجي بسرعه وياخدوه. لو حصل لهم حاجه انا بحملك المسؤوليه كامله. السلام عليكم. خد تعالى يا دكتور. ايوه. انت زعلان مني بحاجه؟ يعني شايل مني مسود من جوه بحاجه؟ لا. قول ما تخافش، مش عشان انا الكبيره ممكن اتويك هنا. قول قول. لا هو انا بس الله يسامحك يا بابا، قلت له نفسي في حقوق فرنساوي، اصر اني اخش المعهد. معهد ايه اللي هيطلع دكاتره؟ مين ده؟ رجليا جنبي، رجليا جيدة. ايه امال لو بنعمل لك عملية قلب مفتوح؟ الحمد لله مفيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري انا الاربك بتاعي ضعيف، يعني لوي دي يعني هيبقى كويس بكرة ويتنطط؟ بكرة ويتنطط؟ لا على ايه بكرة؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش، لا رجله تقب. اوكي بس هو مش هيلف شوية على فرن؟ مفيش حاجة على مقاسه. لا ليه، ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات نسمكره. شوف الطب، شوف الطب البديل بقى، ده الطب البديل. انا هزر. راح اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، انا ربطت دلوقتي. جنابك ربطها لي ربطة الرباط الصليبي. لا الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه، ده رباط عادة. عادة؟ انا مش قادر افهم، يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد؟ انت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا انا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاثنين مع بعضيهم. راحة اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجة انا بحملكم المسؤولية كاملة. كام داون كام داون، احنا جايبينهولك. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ هنروح هنشوف اخصائي علاج طبيعي يشوف رجله. هنلاقي حاجه زي كده في المزاريطه؟ اذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي، هنجيب اللي بتقول عليه ده. جوني سيب باب الامل مفتوح، ما تخلوش مهم. ده كلام فاضي بقى، زي الدم عمره ما يبقى ميه، وده عمره ما دم ما يبقى ميه، وصوابع ايدك مش زي بعضها، ما فيش حد حتى ايديها مش زي بعضها يعني. ما تتفضلوا ترتاحوا، اجيب عصير وبتاع. معقول مره تشرفوني في الوحده ما تاخدوش عصير ولا حاجه؟ لا تشرف. اتفضلوا، ده مكان اكل عيش، يلا خدوا الجثه دي واتكلوا على الله. امشوا. ممكن تكون دكتور، ده هيرش ميه كمان شويه، ده كبابجي. امشي يلا. طبعا. يلا احنا مش ناقصين هزار. شفت بقى حضره العمده الدنيا ضيقه ازاي؟ قلت لك هتلف تلف وترجع تلاقي حمدي كاتر. هو انت برضه ليك في العلاج الطبيعي؟ عهد مين ده؟ طبعا عهد جامد. والعشره دول؟ انا خريج معهد الطيران. طب ايه البوينت؟ مش فاهم. لا اصدقائي اخصائي اجتماعي واللي دكتور فبتعلم منهم. من عشر الام ستايل. ده غير بقى تصليح الاجهزه الكهربائيه، الالكترونيات، حاجه ولاعه، موبايل. تعال بقى حضره العمده، الرزق يحب الخفيه. شفت الصايع بيسوق نفسه ازاي؟ انت خساره في البلد دي. شوف انا بلا فخر. يا بنت يا مؤاخذة، أنا بلا فخر يا حضرة العمدة، حطني كده في أي حاجة، لا مؤاخذة في أي مكان أسد فيه وأشتغل. جوني على فكرة الراجل ده هينفعنا جامد جدا في الماتش، إحنا مش معانا دكتور. الراجل ده بيفهم،
والله العظيم الراجل ده بيفهم، هو شكله ما يديش بس شكله كده تلاقيه سمح ويقدم المواهب التي تعمل جاهدة على أي حالة تجدها. خلاص خلاص تعجبني أنا صداع نصفي يا أخي، مش ممكن. ما ينفعش. ليه؟ إحنا عايزين دكتور مش راجل بتاع علاج طبيعي. لا ما أنت هتلاقيني معاك دكتور ماشي، علاج طبيعي ماشي، أحمال بدنية ماشي، تدليك تسليك. ده كلام، ده كلام طول عمره رخيص. قدامنا أهو حالة عملية، راجل نايم على السرير، الدكتور بيقول قدامه اسبوعين عشان يقف على رجله، واحنا عندنا ماتش مهم بكره. يفهم ايه الدكتور في اللي انا فاهمه؟ اسبوعين ايه؟ الراجل ده ساعتين زمن هخليه يقوم يرمى على رجله دي زي خلاص يا عم بقى. الله، احنا تسلناك بعربيه، امال هتعمل ايه لما نبتدي الجلسه؟ ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل ماي جاد، انت ناوي تعمل فيه ايه؟ لا دي حاجات بسيطه كده عشان لو عنده حاجه معوجه بتاع بومبي نستعدلها له. طب هو انت ناوي ترده على البارد ولا هتدخله فرن؟ حلو. لا لا، هم خبطتين على الهادي كده، وان شاء الله الموضوع كله هيتظبط. هو اهم حاجه تجيبوا لي حله كبيره فيها ميه سخنه مغليه. دكتور، دكتور حمدي، دكتور حمدي، دلوقتي الراجل ده رجله بتوجعه مش حامل. هو انا مش دكتور ولا ايه يعني؟ انت هتعلمني شغلي؟ ما انا فاهم دي منطقه الكارع، لازم تتسيح الاول. كل ده ملوش لازمه. ما خلاص بقى، خلاص بقول لك هيسيح. جود لك، سي يو ان هيل مان. ما تنسانيش بقى يا عمده، ما تنسانيش بقى بموضوع الفرقه دي. ها، وانا الراجل ده يعني هخليه يقوم تمام التمام. انت معانا ان شاء الله، بس اهم حاجه يقف على رجله تاني، لان ده اهم لاعب عندنا. يعني انا خلاص معاكو بس، وانا اوعدك الراجل ده هقفله تقفيله ما تخرش الميه، بحيث ان انت لو عايز تبيعه لاي فرقه تانيه اتحداك لو اكتشفوا ان هو عنده خبطه قديمه ولا برومه. طب انا عايزه فابريقه. باي باي. بعمل لما عارف سلام. فين بيه؟ رايح فين؟ وهتعمل لي مع الراجل ده وحدي؟ اسكت خالص. اهدى وتشاهد. وبعدين يا جون، هنلعب ازاي من غير فزاع؟ ده اسرع لعيب عندنا في الفرق. بص، انا المره دي مش متشائم قوي يعني، لان بصراحه شفت امل في عين دكتور حمدي كاتب بجد. يعني اي هوب ان يرجعوا فعلا فابريكا. اسكت خالص. باه، بقالي ساعه بضرب على الباب ما فتحتيش على طول ليه؟ معلش يا كبير، ما كنتش سامع حقك علي. كنت عاوز حاجة يا كبير؟ أبداً، أصلي سمعت صوتك وانت بتصرخي. أصلي لقيت بورصة فتخلعت. أو ماي جو، أصلي وأنا بخبط عليك سمعت صوت حد معاك. معاك ده تلقاه التلفزيون. طب ايه اللي جاب السجادة دي هنا؟ السجادة؟ السجادة دي انا جبتها عشان كنت عاوز اغير الديكور. اوكي، ماشي، انا نازل اندلع. لو عوزتي اي حاجة مني اديني مستكول وانا هقابلك في نهول. بقول لك يا كبير، ها، مش انا وانا بقلب في الدولاب النهارده لقيت شريط الفيديو بتاع الفرح بتاعنا وقعدت اتفرج عليه. اوه، ده كان يوم جامد قوي. شوفي، ابقي سيبيه لي عشان اتفرج عليه واستعيد الذكريات الحلوه يا باقرة. اطلع اطلع، ماشي خلاص. صدقتيني يا هدي؟ يبقى موضوع نقل الوش ده صح صح. أتاريه كل شوية شوفه قاعد مع الدكتور بيتودودو. دكتور مين ده؟ الدكتور ربيع بتاع الوحدة الصحية. دكتور ربيع؟ حرام عليك، كفاية كده. هانت، فضل لك حقنة كمان وتبقى قفلت ال 12. أبو سيدك، كفاية كده. أضربها لك فين دي؟ جسمك ما بقاش فيه مطرح سليم. أبوس رجلك، كفاية حوان. شوف أنت عايز إيه وأنا أعملهولك يا كبير.
يعني انت معترف ان الكبير؟ ايوه ايوه، والمصحف الشريف انت الكبير، انا معترف. شوف انت عايز ايه وانا عينيا ليك يا كبير. عاوزك كيف ما عملت العمليه وغيرت وشوشنا ترجع لي وش تاني وتسيب جوني من غير وش. انا عايز وشه في علبه. عينيا هجيب لك وشه في علبه والفها لك لفه هدايا كمان. احنا نزرب نزرب. اسمع انت تخليك هنا ووعاك تتحرك، انا اروح اخدر جوني واجيبه هنا ونعمل العمليه. مش هينفع يا كبير. انا برضه قلت انت نفسك فيها. لا ما اقصدش ما اقصدش، انا اقصد ان جوني محضر اوضه العمليات في الدوار مش في العياده. تحت والجناه، يلا بينا على الدوار. يا سلام، ايه الفقاقه دي؟ ما لو شافونا داخلين مع بعض انا وانت يا ناصح هيشكوا فينا. انت هتردح لي هتردح لي. على العموم ما تخافش، سيب موضوع الدخول ده علياني.